الله أكبر الله أكبر. أبطال لواء تبارك الرحمن يقومون بأسر أحد عصابات الأسدية. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أبو حمزة الحوراني قائد لواء تبارك الرحمن. الله أكبر. السيطرة على السرية الرابعة التابعة للواء 61. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هذا ما طلبته منا عصابات طاغية. الله أكبر الله أكبر. هذا ما سلبته إصابات طاغية. الله أكبر الله أكبر. اغتنام أبطال الجيش الحر عربة بين به السرية الرابعة المعروفة سرية خلدون التابعة للواء 61. الله أكبر الله أكبر. سلموا حالهم وما راح نقرب عليهم. الله أكبر. سلم حالهم وما راح نقرب عليهم. لا تيجي نقوسك يا عسكري. سلم حالك يا عسكري. الله أكبر. هذي 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 هذي. ما بيسلم حاله قوس بعد الله أكبر. ماكم دقيقة. اللي ما بيسلم حاله راح نقوسه ها. الله أكبر. أبطال لواء تبارك الرحمن يقومون بالسيطرة على السرية الرابعة التابعة للواء 61. الله أكبر الله أكبر. أبطال الجيش الحر لواء تبارك الرحمن بالاشتراك مع لواء السبطين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لواء تبارك الرحمن بالاشتراك مع لواء السبطين وتجمع ألويت أحفاد الرسول السيطرة على السرية الرابعة التابعة للواء 61 وتمنع عصابات الأسد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السيطرة على عربة بي ام بي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أبطال لواء تبارك الرحمن يقومون بالسيطرة على السرية الرابعة التابعة للواء 61. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ها هي دباباتك يا بشار. الله أكبر الله أكبر. أبطال الجيش الحر لواء تبارك الرحمن بالاشتراك مع لواء السبطين. الله أكبر الله أكبر. السيطرة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أبطال الجيش الحر